إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وعن كسوة كتاب رياض الصالحين وعن كسوة باب كسديد يالباطنات باب كسديد يالباطنات عن سوء كارني حديث كوبات باب كسيانا فرمي حديث كالبات باب كان قبل الله بينا. وعنه عن أبي هريرة يالبوري رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري سمعت رسول الله رسولك إلهي أيام مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أوليهي كل أمتي أمتي بمانتود معافا وأخوال عافيي أولاق عافيي من ألسن من ألسن الناس وأيديه ضدك عربية دودا يقعنوه دابا أولاق عافيي أمتي بمانتود إلا المجاهرين كوا لتشهر ماهني إلا المجاهرين كوا لتشهر أمانت ماهني أمتي دا وحوين ومعافين من المعافات يلقاكني وهو العفو وقوة لغا عفلي او كنبات غالي ضدك عربية دودة إلي وحكا الشيغان إلي قعنوه دا لغاران إلا المجاهرين كوة لتشهر حمانتا ماهاني كوة حمانتا لتشهر مركا حمانتا قفكا سمعية او ضدك دحلو دكو سمعية إيا ضدك قفكا هوسو سمعية لغادو بعلي عاسيين لكن وحا سيلي توي قفكا لتشهرية قفكا لتشهرية يا سيلي تا sababto aqafka la jahraya waxa dhibaato ay uga imaanayda waxa kamid ah dadkii kala arkay xumaantaan markaas uga dayanaya waana anagii soo marnay man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha qafka xumaan adu sameeyo oo looga daydo in alla inta uga dayatay wizrigoodana wax uu kuleey marka qafka xumaanta dadka ku dhixsanaynayo oo dadkii dhixdoodi xumaantii ku sameeynaayo loo jeedo وكذب بوي هي قفك هوس سميهي عبسانيا حضر مكا واجر نوع مجاهره كمده او نوع وحوين دمي ددك دخيو انو كسميهو هلكاس شركغي بدعدي وحويان حمتي بانتي ان موستقي هستي شاتكي سيغارك تاسو مجاهره وها كلو مجاهره نوع كلي ايو نغلو شيغي ما هو قالوا ان من المجاهره لجهرده وها كمده أن يعمل الرجل قفك ونصمي بالليل هذينك عملا عمل ثم يصبح أواد بريستو والحال قد ستره الله إلهي وأستري عليه كركيس قفك هذينك يدن بالسمين دن بقاس ضدك مؤغا وهي أبرين أيضو إلهي أستران ضدك أبين فيقولوا حليا فلان هبلو عملت وحن سمي البارحة حلي كذا وكذا ساس يساس السريع إسفاده حينا لما أدوني دي هاي إنو قف إسكي غافله أغير إسكي هاي فإسكي غاحت الله سيد داران الآن الله شعوري وترتيب داتك بوشيغ إيا إنو متبجح ياهي وحب عمان تبا إيا قرونك إيا الدنوب تبا وكوفانا يبا وكوفانا يبا وامدك أغسي داران وامدك أغسي داران مركا تاسنا وحوين استخفاف بحق الله فوضيسي أو حق إله إلا فوضيسي تاكوصو من مركا حيال انت الهي عاسيي وان الهي عذابين وها الضنسي ووحا ويان فضيطة ايو ضدك وقدح شهيد الوسيق اسكوسي اعلامين مركا وقل ايها عملت وان سميي البارحة تحالي بارحة دا وحالي رهبين مركاس اضه الله يذهبين كي كهر ليو التقي بارحة دا وحالي رهبين وقتك قفكو حطلي وقل ايها بارحة همين كي كهر ليو التقي اللي رهبين تاسال لي رهبين كذا وكذا ساس يصداسا سميي وقد باط والحال يوسد سيدي قد باط وبري يستر حال استر يا رب ربيس هذيك دمغه واسميهي الهي واستر ضد كلمه مؤغ الله او ويصبح وابر سنه يكشف حال فيديو ستر الله الهي استر كيسا استر كاس عليك كيسا هذه استر كي الهي او كركيسا او الهي كو استر هو اسك اسك فيده او ضدك وشيغا ودتك وشيغا مركا وحا ويا سيدا ويري ابن البطال
فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها فقد أغضب ربه قفك وحوين أقصد معاصدة إنه موتيئه لا شهر قفك سواقف إلهي عرقلي قفت إلهي عرقلي أنا عقوبة أديار متفق عليه. وعن عربي هريرة توحى لقوله رضي الله عنه عن النبي النبي وكوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وكوري إذا زنت الأمة أضانتها دي زنيسته فتبين عذاب زناها زنديدة فليجلدها حتى يقول سيد كيدو الحد حتى كتشيقو هذا أضانت أضانت وحويا وقفتها قالت لك الصوت فاشي مسلم يقال ما كيد تقالما يا تقال كي سيدو لو تقالما يا قالت اللي تشيب شيء ذاتك لك الصوت فاشو أيال رابا أضانت مركا دمركو دانوا أما وحويا رقو دانوا عرقي مركا فالي يجلدها سيدكو حتش يقول هذا سنه ستو سنه ذو عطاله و سنه ذو سنه ذو عطاك ربي أساقا أركي أما يضا قراطي أما مرقاتي أفرها عديي صدح راسي كو عطاك رتا وو عطاك رتا سيدك سيدك صدح راسي و عطاك رتا إما أساقو أركو إن يضو قراطو إيوه إن وحويان أفر مرقاتي أي عديان فالي يجلدها هالك يقول الحد حدك ولا يثرب يوصن أيضين عليها تركين waxaan la ogolayn inuu eedeeyo oo waxa weeyaan waasiraysato zaanigad yahay wax darana qurunaa taay inuu yiraahdo xaraam afxumo islaamku si sabab ma ogola afxumo iyo qurun iyo waxa ma ogola waxa uu eedeeyo waxa weeyaan waa la ciqaabay ciqaabtaas ayaa zajri ah oo inay ka cilid xumaanta loogu tala galay laakiin lama ogola in la eedeeyo bal fiiriyo islaamka wanaagsan thumma in zarada baysinaysato فليجلدها حطنا حتى الحد حتى كتشيبل وانا كنت حد كيد كم اضنت حد كيد وكنت اضنت حد كيد وكنت ما هم قفت حرطه قال قفت حرطه هدو زينيستو هدو سن غور حلال سومرين دغخ ما ايو بقل جيدل ويه دو غور حلال سومرو كو غلمودنا وحا ويان وا دغخ نفته لوغه جرو كان وا خوله دد لما ديله خوله دد اسكلي هي وا قفا اسكلي كنت جيدل بالو دفن بركا كنت كاس جيدل كو دفتو ويه ثم إن زرد بيس نيسة فليجلدها كبلا الحد حكي ولا يصرف يوصن أيضين أو أيضين معنى يوصن أيضين عليها كركيدة ثم إن زرد ثالثة مرصد حاثة بيس نيسة فليبيحها استقضوا ولو بحبل حرق بالله كبقى حرق أصلا من شعر تنة حرق أو تقوه لك اسمي الله كبقى استقضوا دي مرصد حاثة بيس نيسة ووحن قير لهين وحل ربسوق استقضوا أو فارقه hayra dadka ah macaasida inay kula joogan gurigaaga joogan xuquubada Allah ku soo dageeyay marka qofkaan qof ah macaasida maadaama ay noqotay inuu la joogo oo uu haysto taas la diiday waa inuu iska gado suuqa geeyo iska gado waajibna waxa ku ah markaas uu gadayo inuu cadeeyo oo uu yiraahdo waxaan ku gadayaa saddex goolisiniisa waajib ku uma banaana inuu yiraahdo intaan uu suuqa keeno ka aamuso qof kasto badeecad gadayna saasa waajib ku ah badeecada eebteeda inuu sheego waajib ku tahay badeecada eebteeda qofka waxa weeyaan badeeca suuqa keena oo aan eebteeda dadka u sheegin waxa weeyaan waa khaa'in ee ganacsade ma waa khaa'in dadka khiyaana oo dadka xoolooda xaraan ku cunaa ee ganacsade ma han hanti xalaal ama ma cunaa waana waxa xuquubada ummada u sheegay soo daba dagaydo in waxa weeyaan ummad kulligood midka cadayga gabaya khaa'in yahay oo midka ugu sareeya khaa'in yahay oo kan aanaha gabaya khaa'in yahay oo midka subaga gabaya khaa'in yahay oo midka amalka gabaya khaa'in yahay oo kan caleenta gaba khaa'in yahay oo ki dawadu khaa'in yahay oo dhaqtarkoodi khaa'in yahay kullu ummad wada khaa'inin waxa weeyaan oo hadana leh cadaabkan ha dambiga yadi maana la ka gooyno ka cadaabku ka socdo dambiga hadda ku dhex jirtaabe waxa weeyo ummadana taas hadan la hagaajin xuquubada kor degmay xuquubada kor meesha ka imaanay waa shaqada la shaqaysanayo si xuquubada kore ilaahay u qaado waa inta la hagaajiyo oo macaasida meel kasta taalo qof walba khaa'inka yahay waxa weyn taas waa in lagala hadlo oo leeyahay war biyahan aad ku soo darayda caanaha iyo malabka aad balaayada qooshaydo ciqaabka Allah adduunka kugu dhacay midka aqra kaaga daran ee wax ka dheef meedid xalaashaada ku qaabso marka waa inuu sheegaa doonta markuu gadayo wax kastaba haatee waana inuu iska gado walow bihablin xarig baa la ka dhiga min shacarin oo dhowr laga sameeyey waxna waxa loola jeedaa si wax xaqiiro li taxata bataata baa inuu faaruqa oo uusan sii haysan marka waxa dhici karta dadka la siinayaan oo hadda wax aboontaan uu nacay si qof walaalkiisa uga gadaa
taas waa sheeg noorta inuu u sheega waajib ku tahay tan labaadna markaas la gado ila isbedeshay ku balanto dhacda maadaama ogtahay waxa lagu galay inay tahay dambigaan hore iyo xumaanta inay istiraad la sheegay oo qofkii laga gaday loo sheegay marka asaguna inuu dadaalad dhacdo oo uu ama u guuriyo midkan cusub oo wax ka bedelo oo midkan ka farsamo fiicnaado oo uu ibadbaadiyo saasa dhici karta نتفاهم عليه التفريب وحل رضا التوبيق عنامتا لرضا توبيق وعنامتا لرضا التفريب وعنو عن أبي هريرة وحل وره رضي الله عنه قال أبو هريرة وحل يوتي النبي النبي الليم صلى الله عليه وسلم بالرجل من كاسو قد شريب عبي قمرو من قمرسو على الليم قال النبي وحل اضربوه قرع تزاعتك اللي احتاج لير قرع قرع قال أبو هريرة وحل فمنا وحنا غمدها الضارب وقف قرع بيدي غنتي سميت فر ارباحيه فر لدعه والضارب مد كو قرع بنعلي كبتي سقارنا كبت انت ولا بخني كو قرعاي والضارب بثوب مد مرض يس كو قرع يا مرض فرق لدعه سداس هو اجماع حد كقمره اللي هو فكر هل كان تل تابع قف واحد دفت اون لاثير ساس هو اجماع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل شايف تل تابع على الروحان القمريه حويه قرع عايه لما اقرا الا عايمه وان قف وحكو دفته مد كبته ولا بحي مد فير كو دفته مد ضرباحيه وحا وي مد مرده فرقي كو دفته اي اسقو سي ويهانيسن ان حلقه اسلغه بخيو او ليهدو قمريع عبادتاي وقلدنتي مرده ما هو لاوان مرده ما هو لاوان فدك دو واي قاني قمريع كو يهان وتاسع عقوبه لفتكيد تاسع عقوبه وي قرايده لا قرعنا وعقوبه فلمن صرف مركو قدوبي واتكي واتني من كان ضو غورا لكن مركو تغي فقال وحيران بعض القوم دت جبل كود اخزاك الله الهي كدلي دل لكم ما لك سسق دعدعه بلكين قال ما يقول لا تقول هكذا حبيبي نسلاس وديدنا اي لما اقرا تك مسلم كعيرتي سين لا استورا باب انا مبكال لا لما اقرا الا كدلي ما وقت سوى قترب اخزاك الله الا كدلي وير فقال ما يقول لا تقولوا هذين هكذا سداس لا تؤمنوا هو كلمين عليك كيس الشيطان والشيطان هو كلمين الشيطان فسوى الشيطان هو كلمين إلا معاصي دو كسيد قال عذاب قليو الشيطان وقت هو كلمين الشيطان رواه البخاري وري ما بمرنا وقل كويري سو ما أبنين الله يرسول نجحلي نقاس قمر يعبك هذين كلا إلهي يرسول كيس نجحلي سو ما أبنين ونين الله يرسول نجحلي دانا نفتيا كعبا نفتي يا كعبة صومالي أكثر كل تكفيره بجرا دي لأن من قبل يعبا الله يرسول جعل والله يابلا فالله يابا والنبي محمد هيد دي كان قبل يعبا كان الله يرسول جعل قف واحد عدا سوى مؤمن موحد الله يرسول جعل إنه محسوك دعو فواحد إكر نبي محمد عبا دهاي سوى جيب بابا هذا كان باب وباب في قضاء حوائج المسلمين مسلمين تدنوه ذا إلا قدوب باب كان قال الله فكا مسلمين تا واجر واحد وقد اسكت وحويا اسكو كالميه قف والبابا وانه كشف يا مؤمن كره انه وحقب صاص هو مؤمن مؤمن كونه كشف يا مؤمن كره انه وحقب او دنتيس كشف اي الى هينا قف دنتيس مركز كشف اي ومسلمين تطنت ولا كشف اي قال الله الهي وقدر تعالى الهي واسر اياه وما تفعل واحد سميرا او من خير خير فان الله الهي به خير كاس عليم ومد وقال بدن وحل واحد سميدان او خير الهي وهو اوغال بني وعن ابن عمر وحل ولا رضي الله عنهما ان رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري المسلم وقفك مسلمك اخو المسلم وقفك كلا مسلمك ولالكيس دينت ولالكيه اخوه دينيه كدحيره مسلمك مسلمك كلا ولالكيس لا يظلمه ما ظلميه ما ظلميه نفتيس مالكيس ارضيس والى عليا كما حد مدلو كما دولو ما قاليسيو ما ما قيامه ما ضعه ولا يسلمه عدونا أمديبه قف مسلمه قف كلا مسلم عدونا أمديبه قال أمديبه مسلم مسلم أمديبه ودفاعا ومن كان قفك هذا في حاجة أخيه ولا الكيس دنتيس إنه كشقين أيوه كان الله ألا وقو أهانا في حاجة دنتيس قفك قف مسلم دنتيس كشقين دنيس ألا كشقين سيزدت لو بناها عامك أو كشقين ان الى ذاك خاص قوي كاجر بلان وي كاجر بلان دراها ان قبطنا ان دراها مسلمين كشقيدا كاغا تاغا وناغ بلان حي ادو واحد قبا كرتا وايرتا لكن الهي قبا كر وا وين
هذا ضن مسلم كشقينا إذا هذا الله كشقينا هذا الله كشقينا واحد انقبكر إلى الله كوقبنا ما واحد انقبكر الله كوقبنا واحد انقبكر ما دام ضن مسلم كشقينا إلا إله وهو البكوق بكرة سجن ضنها قبل قادم كشقينا أو ضنها كقبنا ومن كان قف في هذا في حاجة أخيه ولا الكيس دنتيس كان الله الله وقهنا في حاجة الدنتيس وما تدوي هكذا إذا تقفك مسلم كقفك كلا الدنتيس كشاكيو إلهينا كالدنتيس كشاكيو حقايتيو خلاص ومن فرج قفك كيف إذا عن مسلم المسلم كربة كربو فرج الله ألا كيف إذا عن حجيس بها في ضد سببت كربة كربو أو من كرب يوم القيامة ما نتقيام كربه كبول كذا كاميرا قف مسلم قفك كربة كيف إذا إلهي وإنا سبحانه وتعالى ما لنت قيام كربوينك ووين كربك منه كفيدا طف مسلم وكربيسا وين مركسي يهي وحوين بقال لانا هيدا وين مركسي يهي قدورا هيا وحوو كقبكرا وين مركسي يهي عدوا هيا سوا كفجكرا وين مركسي طف مسلم بعدين يكلون طيوين مركسي يهي قلتوا بعدين سوا قبط بعدين سوا كان طف مسلم ومركسي قف كمركسي كفيدا ما لنت قيام مركوينك إذا ألا كفيدا ومن سطر قفك أسطر مسلما قف مسلم وعيرتي سقريا ستره الله الله أسطر يوم القيامة ما ننتقي يومها متفاون عليه قف مسلما عيرتي سقريا عيرتي ساس عيرتوا الله شيء ضرر عامة وضدك مسلمين تقبعتك يدينتو يدنطلمدو ضباط بإنه عيرتاس مبنانا إلا قريا وإن وحو عدة وحكاق بكر تلا قارسيسي شرطا لسولي لكن عيرت أسقى قاصركوة waadan bi wasagu galay waxa weeyaan ninka waxa lagu yaqaan gabadha islaameed u fiiriya waa ex soo ma jeedi fadhayayna in la sagal hoos ku sheego xamed ilaahay ka cabso iskada iskada salaada jamaacada oo ka soo qadaha guriguba ku tukada laba yimaad waa ex iyo fadhay waa macaasi asal u goori fadhayayna in la sagal hoos ku sheego asaga ayaa hoos ku sheego lama ogola inaad fadhayayna إن الفريق حيث الله ما أقوله وإن رسالة هوس مشيكتا حتى إن حيران مصيبة عام كاء باللوضي إذا حد دير الحليك رو مثلا طب كي واحد لارك يقف خائن إيوية مرب كي يبلايين اسكو قصاء واحد وين عانا يبيه اسكو سوا قصاء وخائن مفسد في الأرض وضادك دمية وضادك السمعية ماركا السيئة ماركا كوبانا دوي تاري كارتوضيك كارتوريا اسكت دي وقصة من أضطط حدوبه انت اسكو سولا يا مرتبه من الشيخ دي الا دبكي هو اسول الا سولانا لكن ادو سول ويقف في فساد او كشقين اي واجب وما قص الا علاش وعدي وكا قبا كرت لو شيخ دا حتى واحد لا قبا كان امده لو شيخ سي قفي كدبتونا كره ودبتونا وما سطر ما كتبت ولا كلا قال كان الاسطر اي كان كلا وما سطر قف يا سر المسلم قف مسلم ستره الله الله اسطر يوم القيامه ما انت قيامه متفق عليه وعن ابي هريره وحل وريره رضي الله عنه عن النبي النبي كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري من فسق في كفيده عن مؤمن قف مؤمن اقربه قربه قربه راس من كرب الدنيا الدنيا قربوين كيدا كميدا قربوين كالدنيا قربا كميدا قف في كفيده قف مسلم نفس الله الا كفيده عن حجس قربه 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 راس من كرب يوم القيامه ما انت قيامه قربوين كيدا كميدا ومن سطر قف في اسطر ومن يسر قفك كفو ذي على مقصر قف فقير قفك كفو ذي سوق فوضي دين كله يبقى عفيد قفك لدين كله وكبح شيبه وفوضي وكسبتي وفوضي إنه كسبت دين كله يبقى ولا جاري ما أوده وكسبت وفوضي وفوضي مت كله جاري يكره الله يبقى ولا لو كسبه وفوضي وكضم انت وفوضي قف مسلم اي فقير اي علي سيستوقف كفو ذي يسر الله الله افو ذي علي كل كيس في الدنيا الدنيا ايه والآخرة آخرة الدونك علي سيدا هايست الله كفو ذي علي سيدا الدونك هايست إلهي كفو ذي آخرة علي سيدا اهنا الله كفو ذي ومن سطر قفك أسطر مسلم قف مسلم او ايرتي سيتقو قادة قريون ضدك او شيغي سطره الله الله أسطر في الدنيا الدنيا ايه والآخرة آخرة الدنيا آخرة ايرتي سأل الله أسطر قفك قف مسلم عيرتي سأسطر لكن قف مسلم قفك عيرتي سبنان كدبا فضيحية إلهي وإنا نبالنا قابعينه فضيحية حتى دو قروي سقوبه مأسير هذا وإلهي عيرتي سبنان كصالبه قبل قفك كفك رقف مسلم فضيحي سبنان كصالب ومن سطر قفك أسطر مسلم قف مسلم في الدنيا الدنيا ستره الله الله أسطره
ومن ستر مسلما قف كي أسطر ستر الله الله أسطر في الدنيا الدنيا والآخرة آخرة والله الله في عون العبد أدونك كلمة سوء هذا أدونك أكالمين الله ما كان العبد أدونك إنتو يهي في عون أخيه ولا الكيس كلمة إنتو ولا الكيس مسلما أكالمين الله أكالمين ومن سلك قف كي قاب الضريقا والضوء ضريقا سو يلتمس وكضلب يفيه ضريقا علما علمي طريق علم كرادين يقف كي قابا سهل الله الله أفرده يالله قفكاس به بسبب سلوكه قابد ووطل أسقابه سببته طريقا طريقا الله أفرده يالله طريقا سو يرشد كهلوني إلى الجنة الجنة قفك ووضع أمره أسوي علم صحبه يسلحا ومسالها لكان كالسوفائي قلم تهالك المسالة كالسوفائي فاكا مسالة السوفائي دين إنو صابر توقفك أسوه الصحبة وحوية إلهي وإنه أفرده يالله طريق الجنة حق يا باطل كل فهم سيا الهي حق وجعلي سيا ومانتو ما عي سيا وحويان وعباده وين ساسترت الدروس تاتك سو اداي او كنت ما لها دينت لا اخرى يا محاضراتك او قيب كلمه مش لو شيغي يا مال شرف لما اده وحويان نيه صالحه وان لو اده الا وعباده وين وا وين ليس عادي كان هنا ماشي انا حاشا كده جاي سي عادي ابل سرسو اي قف الهي عابد يا ما كانت سقطه وانا نقطه سي الهي كوغو فوديو او كوغو فرو طريقه جنبه وما اجتمع مع أروران قوم قوم في بيت بيتكم أسوى أروران اسكم أي مادان بيتكم من بيوت الله قريه إلهي كمدا قري قريه إلهي كمدا بساجد لنا بيت الله قريه إلهي قري كمدا تضحط اسكم أي مادان تعالى إلهي واسر رياه يطلون حال أخينا يان كتاب الله إلهي كتاب في قرآن كيسكو أخينا يان ويتدارسونه ويتدارسونه كتاب الله كتاب قال لأي أخينا يان ويتدارسونه ويسكو الدرسين يان بينهم نحدوده القرآن كيسبريان مدى أخينايا هو كلاك نجيسانيا أيق يا أخينا ولا قد نجيسان ويسبريان ويتدارسون وحال يسكت درسين يا كتاب قال بينهم بحدوده إلا حتى بعده نزلت واحد سودك تعلم كركو ذا السكينة تحس اللوري تك كتاب قال ماشي اللي قد درسين يا خاصة تفسيرك شوجة وعويان حس اللوري يا كسودك حس اللوري أي كسودك إذا وغشية واحدة وشعر رحمة النحريس إلهي النحريس سوى الدبولي كل قد نحريس ألا الدبولي وحفة واحدة هريرين إذا الملائكة ملائك ملائكتنا وأوين ذكرك على الملائك الله صدنا جبتو وريكتك بركة أركان ضد كان ذكرك على قصوك أنه قرانك إسبرايا أي ملائكت اسكو هريرين مركز اسكو يرانا يوحي إليهم تعالوا هلوكوا إلى حاجتكم واردنتي إيا شغالنا وصدنا هلكان كيف تنادى مركز اسكو هريرين ينضد كان دينك على برامي وذكره الله الله روحه كشاك في من عنده أبتيس دولك أهضي ملائكة أيب لهي أبوفان روحه لهي الدومدي ذهلك سيسكوه تغير كتاب كيدي يوحي دي أن نبيك كسو تجيه برانيا وهو هلك سيسكوه إبو حسين إلهي روحه أبوفان أو أشاك ملائكة وذكره الله الله كشاك في من دولك عنده أبتيس أهضي ومن بدع قفك ديبو ديبو به قفك عمله عمل كيسا قفك عمل كيسا ديبو ديبو وبرقيا مصيراتك كدود بوايو لم يصبح مدد ديبو به قفك سنصبه نسب كيسا قبيل حوق بدن وكذا الشيء إيا قبيل لنبيره وكذا الشيء برقيا مالما مرسينا يسو رواه مسلم أولي حديث باب هذا كان باب وباب في الشفاعة إرقيت أبابي باب كان وقال لا إلا إرقيت شفاعة وحالي لباب التواسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة قف كره أقف دن كره إن أقف حيث ما كلا ولا أسقف سي قف كانوا دن أولها أدو سو أوفدو أما لباتر وكعب سي أدو الدفاع شفاعة سالي لذا إرقيوة التواصل للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة إن أقف قف أدو حيث سي أقف دن وناجا أدو سو جيد أما لباتر ودفاع فاسالي لذا مرك واحد سمين قفكي وحوين ضنوا هذا ضمتين مرة ما يسكره انت قلت لك تقول ولا لو قفكان وحقو قبو وحلق وقفكان أبلاب ولا لو قفكان ساعد أبلاب قفكي بعد السنة معنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وصور مرمي واستيقى جير مكي تطلب بعد السنة عليكم النبي مركا يسوبي جير قفكان وحلو قبو سعادة ما مركا يسوبي انت استيقاني وحبت لي مركا أمس قفكي دباته كعب سقفه كعب سنة وذو إرقين وحلق ولا قفكان سكعف اسكعف اسكعف يا الله واو اسكعف دباته كبد بالي واو حولو قف ظالمه او قدرت كو دباتين اي ادو ارغيني كاتنا والله اسكعف وعفي وحولو شفاعه على ونعص لكن وحان لا ارغينا جيره قفك كا ارغينا وا قف الهي وين لا تفتمي وا مخي حد من حدود الله
فكان حد قال محكمتنا والله كانت وازليستي حد قال هبل اللي بقوا فيه قفك كارجيا وقف الهي وين الله ترتمى توق وي وحبو حبي محكمه اللي سوتها قعنت يا هبل اللي قولوا ذلك انت اسال امير ورماتها اللي ارجيو وادق لا ترتمى الهي وادم بوي وحوين قال قريشيت وريد بني مخزومه ايا وحضي قريش وحيران العيب وين اللي متقبضك انت اللي دي لقوي حيل ولدك وكعنك امان وحيل قبض دي فين قريش وكعنك اونيو توغده مركا يا ما بيها لو دي يا الله هل كره مركا سيدنا اسامه بن زيد بن حارثه حب رسول الله وابن حبي ما بيبقى سوا تشكي ابي سوا ان شاء الله عبد الله بن بسوي ما بيقول دينه فاني قال يا قال يا نمد واحد بلاني كاوس بخيبا تلو يبي قال ارجي سو ارد على النبي رسول الله سكد واحد وين انت كغوين غبر ريد بني مخزوم على راه انت بدك كعريستي كون كيرج ها قويس كانوا ولا لو حاس عالي ايام ما غيستي لي ما اركاني وحاس كامنا قابل اما هو كويس ايش صوني كويس ايش هذا اكون كير مركا توغنيما وي وي مركا ما بيغا ابو حنات مركا سنت خطبيه او حدلي ويري ما حق الهي حدوديس كامل ما انت كير بيني ده مع على واحد كلا دعى غير بني اسرائيل لو هلاغي غير بني اسرائيل واحد لو هلاغي قف شرف له او مغع له او سنعد له دمي قال عقوبوي كل قمه في وجهي حدود اللي قمه في وجهي يا وعلى لو قف كان كان وي قف كانوا كان وي قف مرح مرح دويه قف لا جعل يا مرح دويه waa weeyaan markuu qofka hooseeyay qiimaha lahayn uu dambiga galay xuduudda walu u fiji ah lixdi birood waxyaalaha dhacay kamid ee dad waaweyn oo waxa weeyaan dadkii muslimiinta ay waliba malaxda ay hubaysna laba taaba kari saas looma fiirikin saas looma fiirikin halka dadka lagu dilay iska tagay oo nheebe lahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn oo shan ahayn oo lix ahayn oo toddoba ahayn oo sideed ahayn oo loo wada yaqaan taqafka halkaas uu dhiftaa leeyahay bisu mujahila dil halkaas qabi saas qof ma fiirika laakiin cadaabta alla way soo dib وانو حيلاه عرض على كتماد وحيلاه عرض على كسود التواب اكتاسا مركا وحوين مركي قفلي تاني او دم او عن حوق لحين او دم بيقى قرانا بيب يهود واحد يجلن حتى الهي اللي اوفي حدود دا الهي وين دينك اللي اوغا مكاسا لو اوغا هلا شو ينابا ما انت ولو اوغا حدود دا مكاسا كو لقا قصي مركا وكو يري والله فاطمة بنت رسول الله قبضنا عام بالي قبيلهان قلير غير قريشين ايضا ابو شرف الله وتشوفه ابو شرف الله دين هذه انا وانا النبي وانا مؤمنه والله حتى حطك انت كقول هي حتى هل لقى ارجي هذا هو الدين دينك على اساس ما كان لقى ارجي حد حدود الهي كمده سلاله سوينا دوغات باب هذا واحد معنا اللي لقى ارجي ذنب يو قال حتى دو ارجي دو ذنبيلا شيء ذنب يقف صعبه شيء ذنب يحاول دون اي ذنب قف ذنب ربا وكصعبه حتى له يرجي دو ولا تعاون على الاثم والعدوان والذنب يفكك عن سيدي المكتب اه قبر ويل كلا دونتا ميت كلا يا انا دونتا سيدي ادري لا دون كلا دام هو هرتيسا لا دون ايغو لدوني تعال دوني لما عصيت كشقين على كل حال اي معصيه ان تكون عن سيدي قف كلا ما دون اي معصيه كما يجي كنت قال الله لا اله الا هو تعالى اله واصل يا من يشفع قف كي يجي شفاعه الجيد ارجين تاسو حسنه وناكسن يكون له حوص معنى النصيب النصيب منها من ثوابها ثواب كذا نصيب او رسول معنى حسنه دا ثواب او رسول معنى قف كي ارجي اجر لي اجر لي وعن ابي موسى الاشعري وعلي بن رضي الله عنه قال ابن موسى وحيري كان النبي ما بيقوها صلى الله عليه وسلم اذا اتاه مكوي ما طالب حاجه قف ضل قف ضل مكوي ما دو وقف باها وانا يسوى مرحي ضد باها امام مركو يمادو اقبل نبي وقابل جري على الكلساء ضد اللفظ يوسو قابل جري فقال وقابل جري اشفعوا الارجي وقف كان تنتي صلى الله قبط ارجي تنجر والرك اجر سيني ويقضي الله الله نوحو كحق من على لسان النبي النبي يسعى ركيسة ما احب وحو الله تعلاده وحو تعلاده كحق من وحو تعلاده متفق عليه وفي رواية ما شاء وحو دونه الله كحق من oo waxa weey markuu ergeeyo warqaftan waxa la saxay dhacdo ilaahay inuu dadkan wax uga soo qaado qofki la siiyo dhibaato uu ka cabsay laga difaaco marka idinku ergeeyay adu weedad ergeeydo ergeeyas ama ku guuleysan ama ku guuleysan ka karaa qof dhibaato isnaay waxa tir warqaftan waxa la qabto fa qofkan waxa la qabto ayati waxa weey ajir kala daabadi hadii waxa la qabtay tan waxa la qabto mid oo dhibaato ka cabsay ayuu waxa tir war laga daayay dib ajir kala daabadi من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفء
دمبي معه حتى حمار هذا كير جيبين الدمبي قاعد وحكلاب دمبي قاعد وحكلاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة قبل بريرة هي القصة دي وحلا لقوا ورقية وزوجة لكده بريرة قبل أبضون هاي إيه قال إسكالها دواء مكاتبين سقال القيادون عائشة وتنين عائشة كديت وحروضة مين أين عليها أدي لديك لي مغيث أعقبي أم مدوبة أبضون مدو أم مغيث لديك لي أي أعقبي مغيث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجة لكده مركا يحروضة أيدي حرمة أسنوى أبضون السجى وحروبي يد واحد بس نوع الضم ما بيروح قيار الله قيار الله قبري ضربته يريد تبيح وسقف الصقع ضربته أضو أصقو الضم هو قبر ما يتن أكتر الضم مرة بيت أنا حرام إلا أضو حلاقة في سكري حلاقة في لي أنا قبل ما يتن هذا كتر أسرواك على مكان تكذب بويا وضوا الصقلا مركز عمل أسو إرجي ما كاسويرو بريرة ما إسكت ديدو أول لعبت سوسا صار في عنا كاستم أمره أنو أمر كأي مد ديدي سوى إرجعي بس ما يبغى وش في عه إرجع عن قصة تركي يلمه ما نفهم هذا إرجعته عن وعن ابن عباس وعلى وراء رضي الله عنه ما في قصة بريرة هي وزوجة لين كذي قال وغيري عبد الله بن عباس قال الله بريرة وغيري أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته هداك إشره لكان أحسن معناه جوابك محدوثة سأسا في عماله أو لك فيه ثواب أجر كيري له لا تسكحش له إلا واقو جعليه ومسكين وحويان أجر كيري له سأسو جوابك محدوثة لو راجعته هذا إشره وحويان لكان أحسن سأسوا في عماله أما سألك فيه ثواب أجر كيري له قال وحيت يا رسول الله رسولك الله تأمروني ما أمر المواجب يقول قال مرحري إنما أشفع مايا مايا وإرجينا عنه إرجعنا أمر معها قيارا لها قال وحيت لي لا حاجة لي فيه وحدنا كمله الضنك اسمي دو لا حاجة وحدنا اللي يمصوا من فيه الضنك رواهم بخاري وري إرجين تأبوب أماها لغاية 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 لأجل كاقا لها هذا إرجي قف مسلم وقباقي سنو إرجي باب هذا كان باب وباب في الإصلاح هكا كنت باب يهل بين الناس ذاتك نحن ودى لها كنت قال الله إلهي وحيري تعالى إلهي وصر إياه لا خير وخيركم سغنا في لا خير وخيركم سغنا في كثير ان بدل او من نجواهم بدك فقوده كاميرا بدك فقيه او كود كوديه كوديدود ان بدلنا كاميرا خير مره ان بدلنا كاميرا خير مره بدك فقيه او شرشريا الا من الا نجوى من قفق اسمها امر امره بصدقه صدقه وخير كسوغي هي بدك فقيه او كفقيه صدقه الله بخيو ساكنت وحلا سيوط بك سوق حيها اللوكال مي بكاس أي أجر لك إلا من إلا نجوى من قفق اسمها أمر أمري بصدقة صدقه أو معروف أما وناك أمري وناك وهو وناك هلا سنور جماعة هلو ميشا مساك هلا قبسو ميشا دوكس هلا قبسو بات وناك أمري ميشا أمنيك هلا قشقي هلا صوبة ميشا أمنيك إذا وهو وين بكاس حكمات ميشا هلا قفر بكاس أجر لك أو وناك لفقه وناك لي إلا وناك كشقين يعني أو أما إصلاح هجاتين ضد أمري هجاتين بين الناس ذاك اللي حيول الهجاتيو وحكروا فقد أجر لقيه ليا بدك كشقين على ضد حيول اللي هي الشيسيو بين اسمه بقول ماذا وحين إصلاح عن كشقين لبعض عن قراء إسكوب أحسن لبعض عن كوحات لبعض عن قرور لبعض عن قبيل أو إسكوب أحسن هل هي الشيسيو هل هي الشيسيو ساسيني هو أصلا فقد قير ليا أما هل غير أما يال غير أي أجر كذا إسكري أجر كذا لين أيوه وقال تعالى الى وحن وصل وصلح هشيسك خير وامد قيب بضان هشيسك كقيب بضان من الفرقة والنجوز إن لنك يا وينتيسي كالطغان وحاك قيب بضان إنه هشيان تسأل لك هلا آيات كالي حد يمين يا وينتيسي قيب بضان إنه هشيان لبقى حوض مسلم إنه هشيسيان وكسي قيب بضان لبقى قبيل مسلم إنه هشيان وقير بضان وقال تعالى الى وحن فاتقوا الله إلهي كبقى وأصلحوا هلاتي ذات بينكم إحدين هلاتي إلهي كبقى الله كبقى ما هنين استدشان الله كبقيد وحا إلا بحديث هيك الشي سيدان محايا لي وحاوين إفساد ذات البين هي الحالقة سبنا بيلي وارلبضك وقرأينا إسكور دعام وحالقة دين كل ريدي ميضط وحيرة دين توي حيرتا لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ما ينطح يد تنت اني كحيري لكن دينت اني كحيري اوغان سدا سكينت لو خيري دينت اني كحيري مره دي ليس كرافو شيطان كو دربي بدربي وسي دافسي الى قفكه ودينت كدمهيو مره هو اسك دعي دعايات كفر او غير مره دي اختلاف انت عليه وكفر بين كلي وكفاف دعايه وكفر وانا مك وحاره ما كده من دي يسود دادك وكبائر ما كده انا واقع عليه سدا غالو marka xaariqa ila u diinta ka dhameey deeman ah diinta ila u ka dhameey marka ifsaad dadati bayna hiya xaariqa wax diina ku soo reebin ma qof ah wa qara taala ilahi wa huwiri inma wahkala ma hal mu'minun mu'minintu ikhwatu wa walalo faslihu hagaajiye oo heshiisiye bayna akhawaykum labadiina walaalaha heshiisiye marka haday san isxalaashan inay mu'miniin aaydana ku soo dadka dagaalan haday san isxalaashan waa mu'miniin tay isxalaashan waa kufar وقالوا وحلا شتاوا غالوب لكن هديس نسحراشن او اي اوغيين لبا مؤمنو دغالبايدا اني يهين واه ويهان وا مؤمنين حيل ايغي او دغالما الله وخليه هي فاصبحوا هجيشيه هجيشيه بين حوي لبلينا ولاله اخوه ايمانيه وري باقي سوما جيد ايغي او دغالماي هيا باقي وعن ابي هريره وحل رضي الله عنه قال ابو هريره وحل قال رسول الله رسولك لو خير صلى الله عليه وسلم كل سلامه حين كستا حين تاسو من الناس ذاتك كميدا عليه كركيس صدقه صدقه اهتي حين كستا قفك جيركيس كنت على مالك صدقه وكب حيا لغرب كل يوم مالك كستا يهتي مالك سو تطلع ايضا فيه مالك احدى الشمس قرحب مالك سو قرحب سو بخدو صدح بقول يلحد حبناه كنت على صدح بقول يلحد صدقه لغرب ودي لحي قصو قيل حبناها عفمات وكوبو وابري تعدلوا اي عدلك جرسوري دادا بين اثنين لبقف ادو جرسورتو صدقتوا صدقوا لبقف اشهد في سيدي وصدقوا وتعين وإعانتك وكالمين طابا الرجل قف ادو كالمين في دابتي دابديسا او فيحمله فيحمله او فتحمله 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 اقاب صغير او فتحمله اقاضه عليها دابده كركي العصارته اصيبه وقارقه كوري له اما دابده كوري له انا تكر اقاضه دابده اقصارته وهو ينصدقته وصدقه او ترفع ان اكره بسه اقاضه له قفك عليها دابده كركي لما تاحه الابتيسي صدقته وصدقه انا الابتيسي اصيبه مكو كرد دابده اقلوك انت صدقته اديبته وصدقه وصدقه والكلمه الطيبه كلمه دوانا صدقت وصدقت كلمه دوانا صدقت ولما كوبي كر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل وكلمه وناكسه وبكل خطوه تلاقى تمشي على صوت الى صلاه صلاه صدقت وصدقت وتميط الاذى منك هنا تفيد عن الطريق وضعنا صدقت وصدقت متفق عليه متفق عليه ومعنى تعدل بينها اي تصلح وبها هشيسينه بينهما لحظه بالعدل عداله تهشيسينه وي وعن ام كلثوم وحلا ولا بنت عقبه ابن ابي معيط ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط واسمه ابان ابن عمرو واسمه ذكوان ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد المناف غبدا صحه اسلامتي مكه اي كو اسلامتي انتي وحا ويان marka ay ku islaantay intan gabdhuhu madiina u hijroon way hijrootay gabdhuhu u hijrooday ugu horeeyay kamid ah gabdhina naga beecada la galeen waa kamid ah waxay soo hijrootay sanada 7 heshiiskii ay wala galeen nabiga iyo kufaru quraysh ayay soo hijrootay markay soo hijrootay haddii heshiiska waxa kamid ah qofkii kamida gaalada oo ka soo tago u yimaada in muslimiintu soo celiyaan laakin ayad quraana soo degtay oo ilaahay arintoodi ku soo dajiyay يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن مؤمنين تو هدين يمادان قدام مؤمنات او سو هجروداي هدين يمادا امتحان الى المؤمنين انك الامتحان فان علمتمهن مؤمنات حتى ثم لا يدع الى المؤمنين علمتمهن وهبطوا ملايدا لما اوغاكر ايمانك قلبك كجرا ولا ملاينا هبطوا ملايدا علامته يا كفي ارقتا فلا ترجعهن الى الكفار قالها علمين نين ولا علم لكن قبر ماي قبلها علمين هاي القبر هو ضعيف دين تدلك صارح لكن رجوال علمين فرج أنا الله أفور مركي العلمين منك ولا علم لك صلى الله عليه وسلم قال بس واس أروسابين وضعي أقلين قال مركا سي سفر كودي أي وحويا كبابي يتفكي سفر كودي قال لك دم واقب طاقي ما بيجي يسود دعوين رسولك الله بس قلب كسر نجا كتن رسولين يا مغوه ها كوت
ساسا فرق سيدي سبب وحي الدين الله الله فرق كفره لكن قرار ما وضع يستاجي ويدق علامه فوضع أبو شقاق مارك أيضا وإن اللعين مارك قبلها أسأي كمي دهير قبلها أسأي كمي دهير ويكاللغة إذا شم بقول أو كيلومتر لغة كتبت ما كيكاللغة إذا مدينة اللغة كتبت مدينة ما كيكشي زيد بن حارثة إياه قرسده يوم المؤتى لغاية دلي وحي قرسده زبير بن عوام وحي وده شي زينبا وافري وحي قرسده حتى إخماء بن عوف وصنع عشرة المشرين كمي ده أول عشرة المشرين من كمي ده وابح وزبير بن عوام وحي وده شي إبراهيم يا حنيد يا محمد يا إسماعيل وكان بنتي عمر بن عاصى قرسده هل بالمركب وقبيل وكان وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قال وعيتني سمعت رسول الله رسولك إلهي أيان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه ليس الكذاب بين بدن ما أهم الذي قفك يسلك الهجاتيني بين الناس قفك الحدود قفك ضدك هشيسيني بين بدن ما أهم أو فيمي قرسيني وعويا خير خير يمي معنى يبلغوي أو فيمي قرسيني خير خير أو يقول ضها خير خير قفك لولا قف هشيسيني oo markuu qofkan ka tago qofkaas kale qeyb gaarsiinay labadii kooxood oo dagaashaneed oo kooxuhu imaan ama labadii qof qolada uu yimaad wuxuu gaarsiina qeyb wuxuu leeyahay waa qofkaas waa ku jecla waa ku amaanay qodob ma kuma qabo kan markuu ka tago kaas tagaan sidoo kale u leeyahay fiiri karab u dhinay uu imaanayo waxa uu afka ugu kisiideen ciilka haye markaas uu leeyahay dajina kiina asa u dhinay uu ka soo tago wuxuu leeyahay وقد ما مقبا كاس سدو كو جيليه سدو وناي قال ربا وريان هيشيسي ولا شيطان سو كان ديرو دهي حلال كاس بينتا مصلحه كوينا كو جيرتا وحا واحد با تما كورهات لكن انا كل شرطه ترى ور بلايه نيكي وحا دنيا وبلايه او كاشيغا يعيلك او كو قبا وا لا يا انا ترى هو وحا ويان وا دم حرام او ترون شيك انا هذا بين كسي ضبطو تصيب بومبينا انا اسكبد marka qof muslimna laba qof oo muslim iska soo horjeeda mid ma ka u tagto mid ka kale to xunaantiisa kun iyo been midna wayna ugu sheeg wanaag kaliya wayna u sheeg kaas marka ka soo tagtana kan wayna wanaag kaliya u sheeg wayna u sheeg hal mar ayaa dib sheeg ka tahadaad ogtahay muslim aan asagu dib u socon dagaal iyo shaqo socon meel iska jooga oo kan kale u soo socdo aadna ka eri kari marka soo u sheeg halka ka arameesh ah waa lagu soo socday ka ar markaas kanad badbaadi laakin wada heshiisiin labadii kooxood waajib waxa ku ah mid kaas xumaanta ku soo aragtay inaan kan u sheegay kanada qaratana kaas aad u sheegay ee wanaag kaliya abu kala sheeg si u dhexlooda heshiis u qadsa marka beenaale la kaas ma ahno nabiga sallallahu alayhi wasallam wa tafaqna ala wa fi riwayat muslim ha ku sunna ziyada qala ra'at al mukallafun wa lam asma' man maqalhu nabiga yurakhisu hala ruqsayrayo fi shay gaaso mimma yaqulu nasu dadku wax ilayhi kamida wax ila dadku beenta ku sheegan nabiga ruqsayna ma aan arag waxay mimma yaqulu nasu wax dadku leeyhi oo beenta ku sheegayaan illa fi thalath sadh maana sadhan ka taani wax wajeeda sadh la al harba dagaal gaalada marka muslim gaala ay dagaalamayaan gaalka harbiga ah in been loo u sheego qof haday qabtaan askartii kamida inuu sabr u sheegay wax alla wuxuu wax ka weydiiyey hubka ciidanka muslimka tiradiisa wax uu ku agagaxmaahane wax yar oo huma uu u sheegay qofka muslimka ee gaalka xarbiga la hadlaayo waa inuu sabr u sheegay oo waxa weeyaan inuu ciidanka muslimiinta wixii uu qadawga dhibaato u keenay kara kali waa uga sheego وامن من طلبات والإصلاح بين الناس بدك نحن نسوله الشيسيو فاسم أنا أقول لك سيدي قول هذا أنك قد صوتك تقول لك أقول تماده ونكر ينا أشيك إذا نشيك قول هذا صدات ما هو سؤالك فاسم أمد طلبات مد صدحات وحديث الرجول ننك مارك الله 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 إمبراتي وسلامتي سلامتي وحوغا إنو دجير الله وكوك عصان الدونك واحد تكون ولابان كوك على يدي حدو صحة قلبي يساسا وحورا ما إنو سكدتشو wuxuu leeyahay dad koor oo wal imaan rabti maye aad dad koor ma raaxu jiraa been waaye haydeen imaan rabti uu ayuu jiraa wa hadiis al marat al islam ta sheekadeeda soo jeedin kale uu sheekayda ayadana sidoo kale to waxa weyn haday cara ka dareento waa inay sidoo kale tiraa oo waxa weyn wixii markaas shar ka imaanayday aysan u sheegin ee ay been iskaga qaxin asna been iskaga qaxin marka in laga dhigtan lama rabo iyo balan qaadiya been ee uu kelmad markaas shar iyo dhibteena lagu daminayo waa taasna waa sharci dambina ka imaama
وعن عائشة رضي الله عنها قال عائشة وحيت لسمع رسول الله رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم ضد مرمى يعطكوت بالباب الباب كأيكم ضد الباب كأيكم مرمى بالباب الباب نبيك صلى الله عليه وسلم سيدك إلا الباب كي سيسكود جناي ضد مرمى أي بالباب الباب كأيكم خصوم تاسو عالية أي سطع يضع أصوات معدود يالكود عطكو كأيكم أنت مرمين ماذا يقول لي وردين كإغرد حوغا وردين كدي حوغا إغرد رسولي والله أنا كريم لي كان كلام وإذا أسلم مركي بأن نبقى مركو كسوا بحي أحدهما متكو يستودع خديد أيو كطلبة الآخرة متك كلام ويسترفقه إنو أدم ريو كطلبة في شيء أدم ريو هو كطلبة دين تقروا حكاقنا ونيو دين تقر ونيو إدم ريو إن حريس أولي وإذا أسلم مركي بأن يستودع إنو كردو كطلبة أحدهما متكو يستودع ويكرد كطلبة الآخرة متك كالأو دين تو كرده ويسترفقه إن أرنم ريأتر كطلبة في شيء أتر وهو أسمنا يقول وحلية متك اللي يديك إقرد وحلية والله ألا قدرت لا أفعلون أنا يري والله أنا يري لي فخرج وقص صباح عليهما كركو ذا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فقال وقال أين المتألي آوى متك كل رنى على الله ألي الله يفعل إنه سنسمين المعروف وناك أولاك يكون دارك إنه سنوناك سمين إلهي كما دارت إنه سنوناك سمين إلهي لو كما دارت إنه سنوناك سمين أين أولي المتألي كيكون دارنا على الله إلا كوركي سألله يفعل الله يفعل المعروف إنه سنوناك سمين فقال وقال أنا أنا هو يا رسول الله رسولك الله وله أنا أصبنا بي أي ذلك الضرب كي سميت الله متك حبه وشعله إن أنكسه إن أنكرده وح الله وشعله أجير يهوي فحاسم عليك الدريم سنة السحابة والسنة أبوه جاي سنة إيمان في الدين دين كسي هو وحي قفك قد أهدو كله حتى تغيق قد لك لهدوه هلوك هو جاي سنة متفق عليه ولا هو حاسم نادو يلي أي ذلك أي ذلك المطلوب وحاسم يقد البناء مثل مثل حبر ربو متفق عليه معنى يستودعه قال نووي نووي فصيل مكا الفاتة غريبك معنى يستودعه يستودعه معنى نوحوه يسأله هو دي سنة أن يضع إن كرد عن حقي صبعت الدين دين جيسا قبل كيس ويسترفقه معنى نوحوه يسأله هو دي سنة الرفق من ريؤطره والمتألن معنى نوحوه الحالف وقفك طهران وعن ابي العباس وعلى دوري سال بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بلغه وحي سوء قاري أن بني عمر بن عوف وقبيله أن بني عمر بن عوف بن مالك بن أوسوي مركا قبيلة غير أوسوي هاي غير بني عمر بن عوف كان بينهم لحدود وحاها هذا شر شر شرع لحدود كان دعيو حوغا انت مرمين ayaa laba jufo kamid aha xooga dhibaato ka dhacday oo kabo iyo waxba isku turtuureen ba marka xaraka dhacay fa kharaja rasuulullaahi rasuulka lawaa baxay sallallaahu alayhi wasallam yuslihu haalu heshiisinay beenum dhexdooda nabiga waa baxay marka dadka muslimka wax ka dhacaan lagu dhaxbaxo oo la heshiisiyo saas diinka nabiga ah fi unaasin dad ayuu ku baxay dadka samaxay la jirti saaray dad oo waqtay nabiga saxaabadiisii qala kamid oo waqtay fi unaasin dad dhexdooda ku baxay dadka samaxay nabiga la jirti saaray فحبس الرسول الله رسولك الوالي عليه صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة صلاة من الوقت كي ذاك الله مركي يوهشي سيئي نبي يوالي عليه حالي مرتقادا نقول سمينا نتشوك لا نبي الله أمي بيضو صوب وغضيوه مرتقادا لو سمي وإساسه وكود ضاحنا نبي إساسه وكود ضاحي فحبس الرسول الله رسولك الوالي عليه صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة صلاة من الوقت كي ذاك الله أي دخل حين هو وقت كي ذاك الله فجاء بلال بلال أيام يمد إلى أبي بكر أبي بكر ويمد رضي الله عنه صلاة الوقت كي دمكو قاله الله بصدق وقت كي كامل أقلي إمام كينا أمقين يهي نؤذن كامكا صلاة ربا إنو قف دكا كامل إلى تج أو أمرو ما هنقف إنو اسكي إلى هذا ما أقيم إلى اسكي إلى هذا نؤذن كاسكي إلى شخص قف كلا شخص مال فقال وحير مركب بلال يا أبا بكر أبا بكر إن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قاد حبيصة والعينيي وحانت صلاة صلاة الوقت جيدية قالي أي دخل حينها فهل لك مكوس ناطي أنت أم الناس ذاتك إنا تجدو وذي ما أقول نغط سورة قال متى ذاتك إنا إمام نغط تجدو قال وحير نعم ويتجدنا مرات الوقت جيد قالي الله ما أقول الله ما تقيقه إيو وحيا حوغا إن لسوغال ربا إمام كيو هل كان سومر إلا سكا قال الله رب حوغا إنت لسوغي كرب لكن عاد وقت يروح حد وقت دار أو طقي بالطوران أما وقت جدا عيفنا لما خلص مركب الله مصحح ولا سؤال عليه روح وراه طلهم صلوا إمامكم صوت ضحك
مرك اللهم صلي وصاد هاي خلاص مرك إمام مؤذن كل وقف يرى توجه دفع فهلك نقول سناتي أنت أم الناس ذاك إمام من النقطة قال أخر النعم ها إشيت أبو غدار هذا المؤذن أبو بكر وينك ساسنا أبو بكر صبح حكم عليهم جيراتك أنا تشينا يسوس تاك مؤذن كأس كالحنطة مؤذن كي وقف كوير هطاط أبو بكر كوير مؤذنه هطاط أبو أركتين تجي واتجينا فأقام واقم بلال بلال وتقدم أبو بكر وهرمر فكبر صلاة ديو حرت الله أكبر ويري وكبر الناس ضدكين واحرتين وجاء رسول الله رسولك اللي نواجه صلى الله عليه وسلم صلاة المكة لقال رسولك اللي نواجه يمشي حال الصعراء في الصفوف في الصفوف تنحي وغرب رسول الله صواب مري صفوف تنسالح مري حتى قام إلى النبي سوى استيقظ في صف صف كهراء له سوى استيقظ فأخذ الناس ضدك وحي قد قلان في التصفيق إلى استعبيع لا لا استعبيع إلى سكوب افتاري قد قلان أي أبو بكر كبرى لكي النبي قوي اسكب بدل إمام نمر إلا وإنك لبدل كرا إمام نمر مركة تاسي كبرى لكي وحي قد قلان فأخذ الناس ضدك وحي قد قلان في التصفيق إلى استعبيع وكان أبو بكر وقها رضي الله عنه لا يلتفت مدى من الإحسان في صلاة السلابس أبو بكر أدقن كسوحا صلاة مبالة بوجه طبعا ما هي سلابس تكون هيا إنه ورجيو صاصي تاسولية تاسولية لكن أبو بكر ماشي كل سجودة يكون رواق شوي عشرين سلادي سكوك شوي عشرين حاجة أي حاجة ندو عشرين فلما أكثر الناس ضدك ما كي بديا صعبك التفت وان ملك صدر سو سلادي كتير وسي جيدة وقبلة كسي جيدة وساسي ما كسا سلادك مبرت وقال وأنا بنان تهدي أرهم أيقاف كإمامك وأبهر سيدا استو قبلة وسي جيدة وساسي رهن أما ساسي رهن كان بوري من سراب لكن ابو سافر هذا كان بوري حاله قبله يكون جهه استمكته وقال رب الله والله ان غرق لي قبله كو سجيدان لبدان غرق ان قبله اي حدث كيس كو سجيدان قورتا كليه وساس الله قورتا كليه انو لاو فلما اثر الناس تلك ما كيكون بريه صعب كي التفت وامل عصبي فاذا اسلم مكي ورسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم حاضر وجوغا خبرك مخليك فركو فيري رسولك يا بجوغا وصفك كوجيري إلا قرال أقوم بجهده سيدة النبي وكلا أبو بكر سبوي وهم فيريا فإذا أسلم مركب رسول الله رسولك اللي حاضرون ويجوغا فأشار وقوء إشارة إليه أبو بكر رسول الله رسولك اللي صلى الله عليه وسلم وقوء إشارة أنا صلاة توجي قوء إشارة أفتح إلا لقمان لك صلاة المجرية صلاة دم يسيره توجي دفع فأشار وقوء إشارة إليه أبو بكر رسول الله رسولك اللي صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر يديه لولك عمد وكم تاغي فحمد الله ألمد سألت يقول الحمد لله نفسك ذلك سأل الله الحمد لله صلاة كبر من لو ذكر الله ذكر وكبر من مرق قعنا أساس متاعي الحمد لله يقول أنت صلاة صلاة كبر من حنا كبرين فرفع أبو بكر الكرو قاب يديه لو ذي سكعمض فحمد الله ألو مهدي ورجع والله في القهقرة قبل القذاب والله في وراءه بذلك سوق الله قهقرة وحول القف كسوق قبل ذي كل شيء كذا إنه قذاب الصعدة سوق لبوك حاجة أسوأ شيء صلاة كبر من سوق قبل ذي كل شيء كذا إنه قذاب قذاب الصعدة شجع شجع وصعدة لنا القهقرة marka jeega jeega u socdo waraca wala taal qaqara jeega jeega u socdo waraahu gadaalkii suu jeega jeega u socdo hatta qaama ila uu istaagay fi safi safka fataqaddama rasuulullaahi rasuulka allah sahar mari sallallahu alayhi wasallam fa salla li nas dadki tuji marka salaad ayo imaam hore tujinayay waxa weeyaan ta imaamki kal baxo imaamka la wagali kara hada haday salaad ka burtana waa laazim ku ta imaamka safka hore dadka ku jire inuu mid soo jiido kaasna uu dadka tujiyo asma uu tago soo weeyso reaction سيدا صلى الله عليه سيدا صلى الله عليه فتقدم رسول الله رسولك فرمر صلى الله عليه وسلم فصلى للناس ذاتك يتوجيه فلما فرق مركو صلاة دي كسو جيستي أكبر النبي مركو سو قابلي على الناس ذاتك يسو قابلي فقال وقال يا أيها الناس ضدو ما لكم معين سبنا بي حين وقت النابك أؤير أصيبي شيء شيء في صلاة صلاة الحيد المركو إنكو أصيبي أخذتم واحد قدا قشين في التصفيق الصعب هاي نكون حي رقاتين مركي صلاة الحيض وحين كسو قارين واسعب لينين إنما وحكا لما التصفيق صعبينتو للنساء هاوينك يسمات هاوينك هادي وحويان صلاة دا إمامك وحكا قلدما أيو واسعب كران دا إمام حتى يفقهنا دا صعب كودر إنما مقلبا من إمام ودوو تجينا أي أما من هذا أنا ما قاعد إمامك تجينا أي دي أيك ودوو يهي وحكا عدا لما من انتتكا هاوينك إني تراويحي سو تجيه هيا بيعكتا عمر هل من وضوء حيل صاريبا انو تراويح تجيبا او هوينك كريغو تجيب فاقنا هل من وضوء حيل صاريبا ايسكو نمت تجيب ميكا امام كاس تجينا ايا اما من هذا انك ها هذا هدي صلاة وكا قلبو هوينك السنة وحا انا ايه صحبيا او اي مركاس او حسوستو
marka ragana sidaan laga rabaa waa kana man naabahu qafku asiba shay shay fi salati salati sadhisa falyaqul hayrado subhanallah wa inna hada subhanallah taga saas laga rabaa subhanallah fa'innahu sha'ni fa'innahu imam kibe ama say fa'innahu sha'ni la yasma'uhu tasbih la asma' lima ahadun qaf hina yaqul marku sidaas yiraahdo hina yaqul marku ila subhanallah illa iltafata wa ufirina imam kamarka halka waxa ku sugnada fiiriya wa mas'ala aad u muhiim ah marka gabad dadku subhanallah ilay imam kira fahmina marka marna waa fahma haduu fahmo waa inuu ku dhaqaaq laakiin waa fahmi waay maxaa sameeyne ka fariso ina laa maya dadku subhanallah ilay waa fahmi weey walla fiiriya wayna ayagu waxa sheegan yiraahdaan ay gacanta ka ishaaraan oo yiraahdaan saas weey gacanta weey ku fahamsiyaan ayagu ah waxa gabaal ka dhacay wayna ayagu u ishaaraan waynu ushara laakiin haddii tan weydo iska socoto oo iska orod waayo subhana allah yiraahdo midka subhana allah yiraahdo ku rafaado waa dhibaato subhana allah inta maqashadaad fahanto samee haddii tan weydo adoo salaad ku jira fiir ayay baa waynu ishaaraan yiraahdaan ama saas yiraahdaan ishaara laga rabayo marka wax iska wada fudud weey marka nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa'innahu shamiy la yasma'u maqlima hu qafka subhana allah yiri أحد قف لا يسمعه سبحان الله لا يسمع لما أحد قف حين وقت يقول له سبحان الله إلا التفت وصمع سنة مركا وانا فهم يا كده يا أبا بكر أبا بكر ما منعك من حياة ودي لي أن تصلي للناس دارك إنا تجدو حين أشرت إليك مركا كو شعر أبو بكر مركا كو صلاة أبو بكر أبو بكر أبو بكر دارك تج حياة ودي لي دارك تجدو حياة ودي فقال أبو بكر وحيري ما ينبقي أما هبونا مناسب ما أما أهن لابن أبي قحافة إن أبي قحافة واسقى أبيس كوية دي سألة أبي قحافة عبد الله بن عثمان اللي رضا إلا أبو بكر عبد الله وهي أبيس نوى عثمان مركا لابن أبي قحافة إن أبي قحافة وما هبونا أن يصلي إنو تكدو بين يدي رسول الله رزوك إليه ورتي صلى الله عليه وسلم إن أبي قحافة إكرام في القرمى أي نبي أهيني بطوسة تصمى متفق عليه ومعنى حبيصة والعليين نبي معنى إذا وحوية أمسكوه وقبتين نبي وعليين ليضي ليضيفوا سي مرتقارا مرتقارا اسميه باب هذا كما باب وباب في فضل ضعفة المسلمين ضعف المسلمين تا كودا تارتا برن فضل غودو باب يحي يا والفقراء الفقراء فضل غودا يا والخاملين ضعف قرصو باب كان او كاد لا فضل غا اسكن يي المسلمين تا تارتا برن فقراء ضعف ان بل ان لا يسو كو هو عقل غا دمن kuwa wax weeyaan tabarta yar kuwa iska jiroolayaalka dadku aysan dareenay ka tashade dadka muslimiinta dacafadooda fadliga ay leeyeen iyo fuqarada fadliga ay leeyeen iyo kuwa qarsoon dadka qarsoon shucaan bixid baajira dad caalamiin oo qofna oo dadku aamad u qood dad ibaada badan oo dhowrsan oo dadku u qood oo dadku ma aqtooda qiimo kale hayn haduu gabar ka soo doono si maaya haduu soo ergeeyay ka yeeli maaya wax qiimaha weyn kama laha aqtiis dad saaxiibti abdi ila yakti saqima ogale dad kaas waa dadka fadlan oo aan dadka jannada dad kaas waa dadka jannada mashruuqnimadu ayada masiibada in aan ka dadkaan ku yaqaanin oo hebel miya ma sha Allah soo kala ma akhri shiqibe taas la tikida badbaadaha aan Allah ku siin ayada qatar qofka iska qarsoon saay tirteeda waxa weyn waxay jiclaayeen saxaabada tabiiyaa ku inaan qofna oqoon ah way soo qarni fiir wa tabiiyi nabiga yiri qofka arka ii duceeyay yiri saxaabadii nabiga aragtay ii jirtay noo duceeyay marka arkaan abu umar yiri ii duceeyay ha way soo qarni malu yiri ha yaman ma ka timid ha ciidanka gurmad ka ay ku jeeyay intii la yimid yaman ka yimid ha baras ma kugu dhacay ha mokar raistay ha bar yar ma kugu hartay ha hooyada ma nooshay ha barri ma u tahay ha ii duceeyay nabiga yiri ka soo qarni qadartii duceeyay hooyadii isnin barro waa caadi ma bis qofoyada isbaar uu ah qiimo weyn leh yakti sakaleey qiimo weyn allaha raali ka yahay qofka waalidkiisu raali ka yahay allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina